جينا للمحكمه ديال 69 على حساب ولدي داير ليه الاختطاف عصابه اجراميه. ودابا انا ولدي ما عرفتو ميت ولا حي. ودابا عطاني شكايه قال لي تلحق قال لي رجال الدار كيحضروا لك ولدك فيما كان يا ميت ولا حي. كان غادي للخدمه تبعثوا عصابه تكرات عليه وخطفوه ليا ما عرفتو دابا ميت ولا حي. هاد البلاصه بين من الليله للمراس بين المراسه البلاد خلا وقيفار ولاد صالح بين من الليله ودار القيد في الفراش بداو تابعينه بالطوبيله عرفتي من سيدي عبد الرحمن واحد السيد من الشانطي يمنا ثلاث شانطي يمني وهما يحركوا عليه بالطوبيله منا حركوا عليه بالطوبيله تلقطوا الوقت اللي لقطوا داروا فيه ما بغاو من نهار السبت ولاحوا لي بالعشيه بالفيديو فيديو فيه الهضره اللي ما كايناش اجي امك لهنا اجي امك لهنا اجي باقي كتصوت فلانه باقي كتعاير فلانه باقي كتعاير فلانه وهذه فلانه وهذه فلانه اش بينو وبينهم اش من علاقه بينو وبين هذه فلانه وهذه فلانه لا ما كنعرفو صيفطوا له واحد الدري ولدي صغر من هذاك هذاك عنده تا هو تليفون هاد الكبار انا هذاك التليفون الكبار ما كنعرفش ليه عندي واحد صغيره هو انا ما قاريش القرايه باش غادي نعرف تنمري الدري مازال قاري لا حوليه دخل فيسبوك راه بان ليه فيديو ديتو قالوا يا سير ديري سفرتيكا وجيبي لينا وانا الدري دابا ما عرفتوش في الغيب ميت ولا حي ودابا راهما بلاصه الحق غادي يقلبوا لي على ولدي كيفاش هاد الناس اش من علاقه بينه وبينهم ومني جيت المحكمه ديال 69 استقبلوني الله ينصر سيدنا والله ينصر الناس اللي خدامه فيها سعاده الرئيس سعاده النائب وسعاده هذاك سميتو اش يقولوا لي الله ينصرهم الله ينصرهم وقال لي انا معاك تيبان لك الحق ديال ولدك فين حي ولا ميت الله يرحم ليكم الوالدين انا راه ما نبغيش الظلم وانا كنطلب منهم دابا يحضروا لي ولدي يا في السماء يا في الارض انا اشرفت عاد باغي نولد هذاك الوليد وراه عندي جوج وليدات وبنيه ودي داوه لقى نهار السبت ما عرفتوش اش طاري بيه محنوه ليا وداوه كرفسوه وركبوه في الطوموبيل وشوفوا اش داروا ليه وفي الحاله ما عرفتوش اش طاري بيه اللي تشتو تلاح وملي لاحوا في الفيديو راني تسطيت راني كلت لحمي واليوم الله ينصر سيدنا والله يعزه والله يعز الجميع والله يعز سيدنا السيد الوكيل والله يحفظه وقال لي الحق ديال ولدي انا بقى الحق في الدنيا وفي الاخره ونطلب الله الحق سبحانه وهو يعزه وينصره ويعز الجميع وينصر الجميع اللي يجري في الاجر ويجري في الخير الله يعطيه الخير في كل طريق اللي كيقدم وبقى ديال الحق الكافي والكامل ودابا الله يعزه والله ينصره ونطلب من الله ونطلب من الله يسهل لي الله لوليدي ويجي عدي في الحمد والامان راني شفت الحاله في الفيديو راني تسطيت راني راه ربي اللي عالم بيا الله يا ربي تسطيت.